مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقه جديده من برنامج عبر الكتاب. اليوم هنكمل دراستنا معا في اعظم ما قيل واعظم ما سمعته البشريه. وهو كلام الرب يسوع له كل المجد في الموعظه على الجبل. تتردد في بلادنا العربيه عبارات مشهوره مثل نحن اكثر الشعوب تدينا ويشهد حضرنا لكن ويشهد حاضرنا في بلادنا العربيه اكبر صحوه دينيه بتظهر في مظهر المجتمع كله حيث النقاب والحجاب حيث التدين الظاهري كما تظهر في وسائل الاعلام وكل ما نراه من حولنا في المجتمعات العربيه حتى رنات الهواتف المحمول كلها عبارات دينيه تحمل لنا مظهر التدين الظاهري لكن هذه المظاهر ما هي الا غطاء تكتسي به القباحة والانحلال وسوء الاخلاق. فالتدهور الاخلاقي ضرب كل جوانب الحياه. فصرنا اكثر شعوب العالم بل الرقم واحد في العالم في البحث في الافلام الاباحيه على شبكه الانترنت. وصرنا ايضا اكثر الشعوب في الفساد والرشوه. وصرنا ايضا اكثر الشعوب في الاختصاب والتحرش الجنسي ناهيك عن العنف بأنواعه والمخدرات وحتى الألفاظ والعبارات التي تقال في مجتمعاتنا وفي شوارعنا بلا أي خوف أو بلا أي مبدأ أخلاقي اللي نراه النهاردة من صحوة دينية كل هذا لم يؤثر في اخلاق الانسان ولم يرتقي بالانسان اخلاقيا بل الصحوه الدينيه الظاهريه اللي في بلادنا العربيه لم تحافظ حتى على الموروثات والموروثات الاخلاقيه اللي عاش عليها ابائنا واجدادنا لماذا لم يهذب الاسلام والتدين الموجود في بلادنا العربيه اخلاق الناس لماذا كلما زاد التدين الاسلامي كويس انحط الاخلاق والسلوكيات الافراد يكفي ان ننظر الى افغانستان والسعوديه والدول الاسلاميه في العراق والشام وداعش ومصر كل هذه تكتسي بغطاء التدين الظاهري والصحوه الدينيه لكن هذه البلاد ما فيها من انحطاط وفساد وتحرش وعنف وإساءة لفظية وإساءة جسدية يتخطى كل الحدود وكل الخطوط الحمراء. هنا يقف الرب يسوع له كل المجد متفردا هو وحده الذي أتى لكيما لا يعطي للإنسان نواميس يسلك بها وقوائم من السلوكيات افعل هذه ولا تفعل تلك. لكنه اتى لكي ما يتعامل مع مشكله الانسان الاساسيه وهي الخلاص اتى الرب يسوع ليقدم نفسه فداء للانسان يقدم خلاص للانسان الخاطئ لهذا يحذر الرب يسوع من العباده الباطله وهو موضوع حلقتنا النهارده العباده الباطله بذكر حضراتكم اعزائنا المشاهدين بانه حلقتنا من برنامج عبر الكتاب هي بث مباشر ولهذا يمكنكم الاتصال بنا وبنرحب بكل مداخلاتكم وبكل ايضا اتصالاتكم واسئلاتكم. العباده الظاهره. اول حقيقه اريد ان اوضحها اليوم هي ان المسيحيه ليست مجرد دين هي ليست ديانه. المسيحيه في جوهرها هي شخص المسيح. هي شخص المسيح هي علاقه شخصيه مع يسوع المسيح وعشان كده حابب ابدا بانه ااكد بعض الحقائق المهمه التي تجعل الايمان المسيحي منفردا ومتفردا ومختلفا عن اي تدين اخر المسيح لم ياتي لكي يؤسس دين ويعطي شرائع ونواميس اي نعم هو اعطانا وقال لنا أحبوا بعضكم بعضا لكنه لم يضع لنا قائمة بالشرائع والفرائض لم يقل صوموا ثلاث مرات في الأسبوع ولم يقل صلوا خمس مرات في اليوم ولم يقل كيف تعطي وماذا تعطي المسيح لم يأتي لكي يقدم لنا ناموس يعني مثلا ناموس العهد القديم الناموس المساوي في أكثر من 613 وصية المسيح لم يأتي ليقدم لنا ناموس ويعطي لنا شرائع. المسيح لم ياتي ليقول افعلوا هذه فتخلصوا، يعني معظم الديانات اللي موجوده ما هي الا قائمه بانه اذا فعلت هذه تخلص، اذا فعلت هذه تضمن الجنه، اعمل هذه وافعل تلك وصلي وصوم وحتى لما الانسان بيعمل دون ما بيبقاش عنده ضامن او ضمان انه يعني هيروح الى الحياه الابديه. فالمسيح لم ياتي ليقدم او ليقول افعلوا هذه فتربحوا السماء. لم ياتي ايضا المسيح ليضع علينا اثقال واحمال لا نستطيع حملها. وده اللي كان موجود في ايام الرب يسوع لما الرب يسوع اتكلم عن الكتبة وعن الفريسين انهم يضعون اثقالا واحمالا على الناس، هم نفسهم ما بيقدروش يحملوها او هم نفسهم ما بيساعدوش الناس ان هم يحملوها. فالرب يسوع لم ياتي لكي يضع اثقالا واحمالا على الناس، هو الذي اتى ليقول انه تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيلي الاحمال وانا اريحكم. المسيح جاء لكي يخلص الانسان. من خطايا ده الهدف الاساسي ان ابن الانسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك هو جاء هو ايضا جاء لكي يفدي نفسه لكي يقدم نفسه فديه عن كثيرين جاء لكي ما تعامل مع مشكله الانسان الاساسيه وهي الخطيه جاء المسيح ليغير القلب مشكله الانسان هي في قلبه هي في محور تفكيره ومشاعره وارادته الكيان الداخلي اللي جوه الانسان. اتى المسيح لكيما يغير القلب وعندما يغير القلب يتغير الفكر ويتغير ايضا المشاعر وتتغير الاراده يتغير الانسان بالكامل عشان كده الرب يسوع اتى لكيما يتعامل مع قلب الانسان الذي لوثته الخطيه عشان كده كلم العهد الجديد عن اختبار الإيمان المسيحي بأنه الحياة الجديدة الميلاد, الميلاد الثاني الولادة من فوق الولادة من الله إلى آخر هذه التعبيرات الجميلة كمان المسيح أتى لكي ما يتعامل مع مشكلة الإنسان الأساسية قلنا أن مشكلة الإنسان الأساسية هي في قلبه هي في الخطية التي في قلبه هذه الخطية التي امتلكت قلب وفكر وكيان الإنسان حتى لما نقرا عن الخطيه في روميا سته اوقات كثيره الخطيه في نظرنا ما هي الا الفعل يعني لما الانسان يكذب او لما الانسان يصنع شيء مخالف لوصايا الله فيقول انه اخطا، لكن الوصيه في فكر الله هي ايضا سيد ممتلك الانسان مسيطر عليه وعشان كده المسيح أتى لكي ما يحرر الإنسان ويطلق الإنسان حرا من سطوة وامتلاك الخطية على حياته أتى المسيح لكي ما يتعامل مع مشكلة الإنسان الأساسية المسيح جاء ليعالج المرض لا ليعالج ظواهر المرض يعني أي, أي طبيب لو الإنسان راح له وهو عنده ألم وقعد يديلك من مسكنات لمسكنات لمسكنات كل ما تروح عند الطبيب يعطي لك مسكنات المرض اساسا موجود فالالم هيظل مش هيختفي لكن الطبيب الشاطر هو اللي يتعامل مع سر المرض او المرض الداخلي اللي جوه الانسان مش المظاهر الخارجيه هو اللي يتعامل مع المرض نفسه الداء نفسه المسيح اتى لكيما يتعامل مع المرض وبكده الظواهر دي كلها بتاعة المرض الخطية تختفي كل ما حولنا من قتل ومن سرقة ومن أمور شريرة ومن نجاسة ومن قتل ومن كذب ومن خداع ومن فساد كل هذه هي مظاهر للمرض. مظاهر للمرض، لكن مرض الانسان هو الخطيه اللي امتلكت قلبه وامتلكت حياته. جاء المسيح ليجعلنا ابناء لله ودي العطيه العظيمه والغرض العظيم الذي اتى المسيح من اجله، واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله. هذه هي أعظم بركة بنالها من خلال معرفتنا لشخص يسوع المسيح، إن إحنا بنصير أبناء لله. وعشان كده رسول يوحنا يقول: انظروا أية محبة أعطانا قال الله حتى ندعى الآب حتى ندعى أولاد الله. فإحنا صرنا أبناء لله. عشان كده لما نقرأ الموعظة على الجبل ونقرأ أصحاح ستة من 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 سفر من, من إنجيل متى اللي بيتكلم عن العبادة الحقيقية. في هذا الأصحاح ذكرت كلمة أبوكم أو أباكم أكثر من 11 مرة ذكرت في أصحاح ستة ويقول وكأنه الرب يسوع بيقول لنا أن العبادة الحقيقية محدش يقدر يقدمها إلا أبناء الله إلا الإنسان الذي تغيرت حياته واتولد ولادة جديدة وقبل يسوع المسيح مخلص شخصي لحياته الإنسان الذي اختبر نعمة الله يعرف أنه يعبد الله لكن الإنسان الذي لم يختبر نعمة الله يعبد الله باطلا تكون العبادة في حياته هي مجرد ظواهر أو عبادة ظاهرية لكنها ليست عبادة قلبية طب أجي للجزء اللي احنا نتكلم عنه النهاردة وهو متى أصحاح ستة كيف يعبد الإنسان الله طبعا لو احنا عايشين في مجتمع اسلامي ف العبادة اللي حوالينا كلها ما هي إلا أنك تصلي بطريقة معينة أنك تختسل بطريقة معينة أنك تصوم بطريقة معينة أنك تعطي بطريقة معينة أنك تظهر بطريقة معينة أنك تلبس حتى بطريقة معينة لكن العبادة الحقيقية في فرق ما بين العبد وما بين الإبن الإبن في علاقته بالله الآب بتبقى علاقة مختلفة لكن العبد علاقته بتبقى مختلفة بسيده احنا اه عبيد احنا وضعنا انفسنا كمؤمنين لكي نكون ونخدم هذا السيد الذي احبنا لكن احنا في الاصل الانسان اللي اختبر نعمة المسيح هو في الاصل ابن لله عشان كده الرب يسوع قال لنا انه لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السماوات انه ابوكم الذي في السماوات هو يجازيكم علانيه، فالعلاقه في العباده هي علاقه ما بين ابن وما بين اب، ما بين اله عظيم خالق صار آآ آآ لنا ابا ونحن المخلوقين البشر صرنا له ابناء. عشان كده العباده هي رد فعل طبيعي لانسان اختبر نعمه المسيح. لو ما الإنسان ما اختبرش نعمة المسيح، العبادة ثقل. لو الإنسان ما اختبرش نعمة المسيح، تبقى العبادة فرض عليه. لو الإنسان ما اختبرش نعمة المسيح، تبقى العبادة أمر ظاهري في حياته وليست أمر جوهري. عشان كده الرب يسوع بدأ بعبارة جميلة جدًا وهو بيتكلم عن العبادة في أصحاح ستة من إنجيل متى، قال إيه؟ قال أول حاجة: إحترزوا من أن تصنعوا بركم قدام الناس. كويس؟ اوعى تصنع برك قدام الناس، اوعى تصنع الـ 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 العبادة بتاعتك قدام الناس. احذروا من أن تصنعوا بركم قدام الناس. احنا كمؤمنين الرب يسوع كأبناء للملكوت قال لنا أنه برنا لابد أن يزيد عن بر الكتبة والفريسين. لكن هذا البر اوعى تصنعه قدام الناس. ليه ما نصنعوش قدام الناس قال لأنه لأن وقتها هيكون ليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات فإذا صنعت عبادتك قدام الناس فأجرك بتاخده من الناس لكن الله لم ترضي الله لكن انت اذا عبدت الله في الخفاء وعلاقتك الشخصية هي علاقة مع الله انت ابوك السماوي يجازيك علانية طيب طبيعة الحياة المسيحية طبيعة الحياة المسيحية الرب يسوع قال لنا في متى وأصحاح خمسة وفي عدد 16 قال لنا هذه الكلمات فليضئ نوركم هكذا قدام الناس خلوا بالكم من العبارات دي لأن العبارات دي هتيجي في الآية اللي بعد كده شوية يعني هيبان أنه ممكن يبقى فيه تناقض ما بين العبارتين قال لنا الرب يسوع فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا اعمالكم الحسنه ويمجدوا اباكم الذي في السماوات يعني انا لو لو انا كانسان لو شبهت ان زي ما الرب يسوع شبهنا انه احنا يعني لا يقدون مصباحا ويدعوه تحت المكيال فالمصباح لابد ان يضيء للناس فليضئ نوركم هكذا قدام الناس احنا كمؤمنين النور اللي جوانا لابد ان يضيء قدام الناس لانه اذا اضاء النور قدام الناس هيروا اعمالنا الحسنة وبالتالي هيمجدوا ابانا الذي في السماوات كويس لو جينا الى الاية بقى اللي قالها الرب يسوع في ستة في انجيل متى اصحاح ستة وفي عدد واحد قال لنا ايه قال لنا احترزوا من ان تصنعوا بركم قدام الناس يبقى ازاي انا ليضئ نوركم قدام الناس وفي نفس الوقت الرب يقول احذروا من ان تصنعوا بركم قدام الناس لكي ينظروكم والا فليس لكم اجر عند ابيكم الذي في السماوات. هنا لو حطينا الايتين دول جنب بعض يبدو على انه هناك تناقض ظاهري لكنه لا يوجد تناقض على الاطلاق. الحياه المسيحيه هنا الرب يسوع بيقول لنا ايه؟ هنا الرب يسوع بيقول لنا نتيجة العمل الإلهي في حياتك نتيجة أن أنت اختبرت النعمة الإلهية نتيجة أنه قلبك من جوة اتغير فبالتالي الثمر اللي هيظهر منك هو هيمجد الآب الذي في السماوات عبارة عن شجرة جيدة الشجرة الجيدة مش ممكن أبدا تخفي ثمرها يعني لو في شجره جيده ما تقدرش انها تخفي الثمر الجيد بتاعها، فده نتكلم بيتكلم عنه الرب يسوع، انه من خلال اللي اتعمل في حياتكم من تغيير ومن قلب جديد ومن اختبار حقيقي لنعمه المسيح، انتم هتصنعوا اعمال حسنه، هذه الاعمال الحسنه هتمجد اباكم الذي في السماوات. كويس؟ انما الثانيه بقى الغرض منها لما يقول ايه؟ احذروا من ان تصنعوا بركم قدام الناس لكي لا لكي ينظروكم. الرب يسوع بيقول لنا انه دي ده التدين الظاهري، انه واحد جوه فاضي لكنه بيعمل حاجه لمجرد انه يبهر الناس، لمجرد انه صورته قدام الناس تبقى صوره رجل متدين، لمجرد انه يبقى بيمجد نفسه قدام الناس. اهم حاجه الناس هتقول عليه ايه؟ مش ربنا هيقول عليه ايه هروح الكنيسة مش علشان الرب انا اعبد الرب انا رايح الكنيسة عشان الناس تقول اه فلان ده بيروح الكنيسة كل اسبوع انا هصوم مش علشان الرب انا هصوم علشان الناس تقول ان انا ملتزم بالكنيسة وملتزم ب آه ايضا تعاليم الكنيسة انا هاعطي ها 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 لاني آه حابب اعطي علشان اسمي يبقى موجود في ضمن الذين اعطوا لكن انا مش بعطي عشان امجد ربنا في فرق كبير ما بين الاثنين عشان كده الرب يسوع قال انه هذه عباده باطله مرفوضه هذه عبادة باطلة مرفوضة لكن في عبادة أيضا مقبولة فليضي نوركم قدام الآب الذي في السماوات طيب معنا مداخلة وهنكمل معنا آه الأخ جيمس من أمريكا أخ جيمس؟ سامعني؟ ألو أخ جيمس؟ ألو ألو, ألو, ألو سمعتني يا دكتور عجل. أيوه سامعك حبيبي، أيوه كده سامعك آه سلام الم... سلام المسيح سلام المسيح حبيبي أنا أول مرة أتصل معك في برنامج أخي دكتور أشرف يا أهلا وسهلا بك وأنا مقصود بالبرنامج بتاعك جدا جدا بشاهد هذا البرنامج تقريبا حوالي ثلاثة سنوات نشكر رب وأنا من جنوب السودان يا أهلا وسهلا بك آه بالنسبة للبرنامج اليوم أه قبل التعليك وقبل تعليق على هذا البرنامج، آه أه أنا أريد أن أقدم مواسعتي وتعزيتي إلا الذين قتلتهم جريمة الإسلامية في بروكسل أه. وأتمنى من الله أن يجعلهم في يمينهم. في يومينه آه بالنسبة للموضوع اليوم يا دكتور أشرف أنت ذكرت في المقدمة أنه التدين هو تدين شكلي أيوة. هذا كلام حقيقي وصحيح أنت في دول كثيرة إسلامية وكل تدين هو تدين شكلي مظهري بمعنى الكلمة وما يفعله الإنسان في داخله هو شر كبير جدا حتى داخل بيته هو انسان كارك ال كاريه البيت انسان ثاني وداخل البيت yeah. انسان اخر mm. وداخل باريس او في في بريطانيا انسان اخر وداخل داخل السعوديه انسان اخر. ايوه صح هذه حقيقه دكتور فيها حقيقه ثانية. ليس هناك دين في هذه الدنيا الا المسيحيه امين I mean. وان oh. عدو الاخوه المسلمين عشان يتخلص العالم الاسلامي من المشاكل والشرق الاوسط من المشاكل ده الدين يقبل المسيح ولو قبل المسيح هذا هو الخيار الوحيد له امين اخ جيمس انت انت قابلت المسيح في حياتك باين عليك ها؟ من لغتك اقدر آها. اقول كده آه انا طبعا من جنوب السودان طبعا من خلفيه آه. مسيحيه امم تعرف جنوب السودان يا دكتور و انا اشكرك جدا على هذا البرنامج ودي اول مره اتصل معك وشكرا جدا شكرا لك يا اخ جيمس الرب يباركك وسعداء باتصالك شكرا جدا الرب معاك حبيبي فزي ما قلنا انه التدين الظاهري هدفه ارضاء الناس وورا الناس ارضاء الذات يعني يعني الانسان بيعبد ذاته بيصير هو محور كل شيء انا بعمل كل حاجه علشاني انا علشان شكلي عشان مظهري علشان الناس تقول عليا ايه علشان كذا وكذا وكذا ودي سمه مجتمعاتنا وماساه مجتمعاتنا العربيه ان كل ما نفعله بنفعله عشان ناكل عشان الناس بنلبس عشان الناس بنروح نصلي عشان الناس آه بنعبد علشان الناس ده التدين الظاهري ده التدين الظاهري لكن الإنسان اللي اختبر نعمة المسيح المسيح هو مركز حياته فكل ما يفعله يفعله من أجل المسيح للحياة هي المسيح والموت هو ربح فالحياة نفسها بتبقى شخص المسيح عبادتي عبادتي بعملها لأنه أنا بحب المسيح بحب الله فبعبد الرب طيب معنا مداخلة أخرى معنا الاخ زيتوني من تونس الو اخ زيتوني الو تسمع يا اخ اهلا وسهلا بيك وبيك عايش بالله تقول بان المسيح هو الله ولكن عندما نقرا في الكتاب المقدس في عهد النعمه كما تقولون أه وهو الذي قال في أه في العهد أه القديم اكرم اباك وامك ولكن عندما نقرا في لوكا الاصحاح أه 8 والايه 19 ماذا تقول؟ وجاء اليه امه واخوته ولم يقدروا ان يصلوا اليه بسبب الجمع فاخبروه قائلين أمك وأخوتك واقفون خارجا يريدون أن يروك فماذا أجاب يسوع؟ هذا المحب الذي تقولون بأنه محب ماذا أجاب؟ فأجاب وقال لهم أمي وأخوتي هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها أولا ثانيا تقول بأن الله محبة وأن الله وأن المسيح هذا أتى إلى هذه الدنيا ليخلفنا من الخطيئه ولكن عندما نقرا يقول آآ المسيح واوصى الرب ادم قائلا لجميع شجر الجنه تاكل. طيب اخ زيتوني. شجره. اخ نعم. زيتوني انا 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 هاخد الاسئله بتاعتك وهجاوب عليها بس انا عايز اسالك سؤال في موضوع الحلقه اللي احنا فيها النهارده. كويس؟ نعم. احنا بنتكلم نعم. عن العباده الباطلة وعايز اسالك سؤال ليه, ليه ليه المسلم كويس عندما يتعمق يتعمق في الدين الاسلامي يصبح شخصا آه يعني ممكن يقتل ممكن آه يذبح ممكن آه ياخذ سبايا ممكن آه يعني ملكات يمين ليه المؤمن كلما يقترب الى المصدر الاسلام ويريد ان يتبع التعاليم الاسلاميه بيبقى شخص يعني اكثر توحشا. ليه ليه مثلا ليه, ليه التدين الظاهري في العالم الاسلامي اتى بانحلال اخلاقي؟ ليه افغانستان اللي بتطبق فيها الشريعه تعتبر دوله رقم واحد في التحرش الجنسي ومصر رقم اثنين؟ ليه الانحلال الاخلاقي مرتبط بالتدين الاسلامي؟ أن أجيب اخ اتفضل امريكا واوروبا بصفه عامه الاخلاق ليس لهم اخلاق ولا ليس لديهم دين انا عندما تقول نعم انا سؤالي واضح انا انا عايزك تجاوبني على اللي موجود في العالم العربي سيبك دلوقتي من اوروبا ومن امريكا ومن البلاد جاوبني على اللي موجود في العالم مفرق. العربي قل لي ايه سر الانحلال فيه. الاخلاقي بالرغم من التدين الرهيب في البلاد العربيه لا يوجد تدين في العالم العربي العالم العربي ليس متدين ولا يعني لا يتعلم من هذا الاسلام انتم تواجهون الاسلام بغير علم يعني 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 انت, انت يعني يعني حضرتك حضرتك بتقدم صوره للاسلام غير الصوره اللي موجوده الحقيقيه للاسلام لا. هناك صورة حقيقية للإسلام كما هل أريد أن يجيبك عن القتل؟ جاوبني جاوبني ليه كلما الناس اقتربت للإسلام وارتبطت بالديانة م. الإسلامية كلما الانحل الأخلاق الانحل الأخلاقي وكلما أيضا زاد القتل والذبح والسرقة والنهب و... و... وإساءة الإنسان أليس كل ما تفعله داعش تفعله باسم الإسلام؟ داعش انا انت مسلم هذه داعش هي فرقه اجراميه فرقه ليس لها صله ما بالدين الاسلامي. ده كلامك انت، ده كلامك انت، بس ليس كلام الازهر. هذا ما يقوله القرآن, ك... يقول القران. لا 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 ليس كلام. هذا ما يقوله القران. ليس كلام ليس كلام الازهر. ليس كلام ليس نعم. ليس كلام العلماء. عندما تريد أن أنت الآن تستشهد من الكتاب المقدس، وأنا إذا أردت أن أستشهد بالإسلام، أستشهد من المقدس الذي هو القرآن. برضو ما جاوبتنيش على سر الانحلال الأخلاقي في بلادنا العربية. أه. قفل قفل الخط؟ طيب أه. آه. طبعا الاخ زيتوني ما عندهوش رد يعني يعني ما عندهوش رد يقدر يقدمه على انه يحللنا المعضلة دي انه ازاي كلما العالم الاسلامي ارتبط بالاسلام كلما حدث انحلال اخلاقي ومظاهر هذا الانحلال نجدها في العالم الاسلامي بصورة بشعة جدا لانه الاسلام لا يغير القلب الاسلام يفرض على الانسان فرائض لكنه لا يغير القلب لا يتعامل مع المشكله الحقيقيه للانسان وهي قلبه طيب اخذ مقال اخرى مداخله اخرى من ابو مهند من الاردن الو مساء الخير مساء النور مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا أه... تعليقي على كلمة النور أيوة كلمة النور اجتمعت فيها كل الفضائل التي يقدر الإنسان أن يتصورها في هذا النور توجد المحبة والرجاء والإيمان والإحسان وغيرها من حلقات سلسلة الفضيلة ومفاد القول الإلهي أن نقوم بهذه الفضائل كلها نحو القريب قبل ان نتعلم ان نكون نورا للعالم يجب ان نتعلم كيف نوجد نورا لانفسنا. Yeah. يجب ان مصابيح مصابيح نفوسنا زيتا لانه اذا كان النور الذي فينا ظلاما فالظلام كم يكون؟ yeah. فالظلام كم يكون؟ أشكرك يا أبو مهند إن العبادة, إن العبادة الحقيقية هي عبادة الرب يسوع المسيح بالروح والحق م -م. وشكرا لله. الفاضل. شكرا ليك يا أبو مهند على هذه المدخلة فعلا المسيح وحده هو اللي قال أنا هو نور العالم ولما بنعرف الرب يسوع بنصير نحن أيضا نور للعالم أنتم نور للعالم انتم ملح الارض فمش ممكن آه يعني الانسان يقدر يعبد الرب غير لما يتغير قلبه ويتغير حياته وان الرب يشرق في قلبه بنور الانجيل انجيل يسوع المسيح. طيب الجزء المهم أو زي ما احنا اتكلمنا بنتكلم عن العباده الظاهره الانسان بيقع ما بين اختيارين انه يرضي الذات او يرضي الله يعبد ذاته او يعبد الله عشان كده الرب يسوع حذرنا وقال لنا اوعوا ان انتوا تكون غرضكم انه تصنعوا بركم قدام الناس ليه لانك انت بتحط نفسك مكان الله بتاخد انت المجد وبتبقى انت المركز حاجه الثانيه اللي الرب يسوع عايزنا نهتم بيها في العبادة الحقيقية الاهتمام الاساسي هو بعلاقة الانسان بالله. الانسان العابد للرب الحقيقي بيهتم قوي بعلاقته مع مع الله. مش بيهتم بالمظاهر لكن بيهتم بالعلاقة وعمق هذه العلاقة. انسان بيعرف انه موجود لمجد الله، هدف حياتنا هو مجد الله. انه احنا عايشين كمؤمنين لكي نمجد الرب. عايشين له وعايشين لخدمته احنا مديونين بكل ما فينا لعمل يسوع المسيح لعمل يسوع المسيح اللي عمله في حياتنا عشان كده مهم قوي حاجة تانية انه المؤمن الحقيقي بيدرك ان الله يراه المؤمن الحقيقي عارف ان ربنا بيراه في كل المواقف عشان كده يقول الكتاب الرب يسوع ايه احترزوا من ان تصنعوا بركم قدام الناس ليه لأن أبوكم السماوي هو الأهم هو يراكم هو يعلم ما في قلوبكم أنا ممكن أضحك على الناس وأظهر قدام الناس أن أنا إنسان تقي لكن أنا من جوة إنسان شرير لكن ما أقدرش أضحك على ربنا ما أقدرش أضحك على الرب مش ممكن أبدا أخدع الله أقدر أخدع نفسي وأخدع الله الإنسان لكن ما أقدرش أخدع الله عشان كده حاجة مهمة قوي في الإيمان المسيحي إنه المؤمن او الانسان المسيحي في عبادته هو الله بالنسبه له موجود في كل مكان، موجود في بيته زي ما موجود في مع هو موجود مع الناس، موجود في المكان شغله، موجود في كل مكان عشان كده هو عايش في مخافه الله. وده اللي قاله لينا المزمور مزمور 139 لما بيكلمنا عن مزمور 39 وبيكلمني عن انه الله الحاضر في كل مكان. فيقول ايه يا رب قد اختبرتني وعرفتني انت عرفت جلوسي وقيامي فهمت فكري خلوا بالكم العبارات اللي انا حطيتها هنا باللون الاحمر انت اختبرتني وعرفتني انت عرفت جلوسي انت فهمت وكل طرقي يا رب انت عرفت لانه ليس كلمه في لساني الا وانت يا رب قد عرفتها كلها من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت علي يدك، عجيبة هذه المعرفة، فوقي ارتفعت، لا استطيع لا استطيعها، أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت، إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. الإنسان المؤمن الحقيقي بالرب يسوع بيمارس حضور الله في كل مكان وده بنشوفه مع رجال الله في كل رجال الله القديسين في الكتاب المقدس حتى مع ايليا الذي دائما كان يقول حي هو الرب الذي واقف انا امامهم كانسان عابد مشكلة العبادة الظاهرية أن الإنسان بيعتقد أن الله بيرى لكنه لا يراه في مواقف أخرى هو يراني لما أروح أصلي هو يراني لما أنا أعمل كذا لكن الله لا يراني في الخفاء وهذا ليس الحقيقة الله يرانا ويرى ما في قلوبنا يعرف أفكارنا ويعرف دواخلنا حاجة تانية للرب يسوع بيتكلم عنها في الجزء ده بيتكلم عن المكافأة والمجازاة طبعا إحنا كمؤمنين يعني احنا مش بنعبد الرب علشان عايزين من الرب شيء لكن الحقيقة إن هناك مكافأة والحقيقة إن هناك مجازاة والكتاب المقدس اتكلم عن المكافأة وعن المجازاة وما نقدرش ننكر هذه الحقيقة ابدا وكويس إن احنا نهتم ايضا بال زي المتسابق المتسابق اللي بيبقى عينه على الجائزة الأولى اللي بتبقى عينه على أنه يفعل مشيئة الرب هنا بيكلمني كتاب عن ان هناك مجازاه خلوا بالكم في الجزء ده من يوحنا من سوري من متى ستة الرب يسوع اتكلم أكثر من مره عن المجازاه اتكلم عن المجازاه في الصلاه اتكلم عن المجازاه في العطاء اتكلم عن المجازاه ايضا في الصوم وانا حطيت الشواهد دي اللي رب يسوع اتكلم عنها قدام حضرتك، احترزوا من ان تصنعوا صدقتكم قدام الله الناس لكي ينظروكم والا فليس لكم ايه؟ اجر، يبقى في اجر في اجر في مجازاه، حاجة تانية اللي قالها الرب انه فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانيه، وفي مجازاه علانيه ها؟ وكمان يقول في اصحاح سته وعدد سبعه فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانيه. ونفس الايات كررت ايضا في عدد 18 فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نيه المكافاه في حقيقتين حابب اذكرهم عن المكافاه او المجازات الالهيه اول حاجه كلمه ربنا بتقول لنا ان هناك مجازات وبتحثنا كلمه الرب على النظر الى المجازاه والمكافاه شوفوا كلمه الرب ازاي بتتكلم عن الذين عاشوا بالإيمان وأيضا ماتوا بالإيمان يقول الكتاب بالإيمان تغرب يتكلم عن إبراهيم بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها, كأنها غريبة ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الورثين معه لهذا الموعد عينه لأنه كان ين... ينتظر يبقى كان إيه؟ ينتظر في مكافأة في مجازاة ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها هو الله عشان كده الإنسان المؤمن دايما عينه على على السماء مش عينه على الأرض هو بينتظر السماء الجديدة والأرض الجديدة كمان يكلمنا عن الذين عاشوا بالإيمان فيقول لنا إيه؟ بيقول لنا في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض، يبقى نظروها كويس؟ وصدقوها وحيوها. يعني كان في مكافأة ومجازاة كانوا كان وعد الرب قدامهم هو الدافع اللي بيساعدهم على تحمل معاناة العالم، عشان كده حتى الكتاب المقدس بيقول لنا إنه يعني إنه نحتمل الدقات لإنه هناك حياة أبدية، هناك ارض جديده وسماء جديده. بالايمان موسى كرجل الله سفر العبرانيين بيقدمه لنا كمثال بيقول لنا موسى لما كبر ابى ان يدعى ابن ابنه فرعون مفضلا بالاحرى ان يذل مع شعب الله على ان يكون له تمتع وقت بالخطيه حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر لانه كان ينظر الى المجازاه. موسى كان بينظر الى المجازاة كان بينظر الى تحقيق وعد الله له ولشعبه كمان العبرانيين اصحاح 12 وعدد 2 يقول لنا ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع الذي من اجل سرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا هناك كان سرور موضوع امام المسيح هو انه من خلال موته على الصليب يصنع يوجد شعبا مفديا متحرر من الخطيه ومتحرر من عقاب الخطيه والموت انه يخلص الخطاه والاثمه ويقرب الانسان الى الرب ويعيد الانسان الذي ضل بسبب الخطيه الى علاقته الشخصيه مع الله، فهناك مجازاه هناك مكافاه الهيه. كمان يقول لنا الكتاب انه آه حقيقة تانية عن المجازاة هي لما يقول هنا الرب يسوع انه اوعى تنظر الناس تنتظر مكافأة من الناس اوعى تعمل حاجة عشان الناس تجازيك فمن يطلب مجازات من الناس لن ينال مجازاة الله دي حقيقة اذا, إذا الناس كفئتك على شيء فخلاص اذا أخذت المدح من الناس يبقى انت مش هتاخد شيء من من الله، وده اللي كان الرب يسوع بيقوله، فابوكم الذي يرى في الخفاء يجازيكم علانية، ابوكم الذي يرى في الخفاء يجازيكم علانية، أكثر من مرة الرب يسوع اتكلم عن هذه الحقيقة. طيب، نيجي للجزء بقى اللي اتكلم عنه الرب يسوع وهو الصدقة. الرب يسوع اتكلم عن ثلاث آه، مظاهر آه، للتقوى آه، المتفق عليهم حتى في العهد القديم او في فكر اليهود اللي الرب كان بيتكلم معه هو اول مظهر للتقوى كان العطاء وتاني مظهر هو الصلاه وتالت مظهر هو الصوم. فلما يكلم الرب يسوع عن هذه المظاهر خليني احطها كده قدام حضراتكم لما الرب يسوع قال احترزوا من ان تصنعوا بركم قدام الناس لكي ينظروكم. والا فليس لكم اجر عند ابيكم الذي في السماوات. بعد كده كلمني عن ثلاث ممارسات او مظاهر للتقوى في حياه الانسان. فكلمني عن الصدقه وكلمني عن الصلاه وكلمني عن الصوم وده اللي بنجده في العبادة في أصحاح ستة ومن من إنجيل متى بيتكلم عن الصدقة بيتكلم عن الصلاة بيتكلم عن اليوم والصدقة أو العطاء هو علاقتي بالإنسان والعلاقة دي بتظهر في إزاي أنا بأعطي حتى من احتياجي للإنسان المحتاج العطاء فأول حاجة الرب أتكلم عنها علاقتي أنا بأخويا إنك تحب أخوك أو تحب قريبك مثل نفسك وهذه المحبة تصل إلى العطاء وتصل إلى البذل كويس هي دي الصدقة الحاجة الثانية علاقتي بالله من خلال الصلاة فالصلاة هي شركة هي علاقة هي عشرة مع الله فالإنسان المؤمن التقي ليه علاقة حلوة مع الناس بيساعد الناس لكنه ايضا أساس هذه العلاقة هو علاقته مع الله إنه انه انه في حياه الصلاه، والحاجه الثالثه بقى بيكلم عنها هي الصوم، ودي علاقه الانسان بنفسه، الانسان بينظر الى نفسه ويطلب ايضا العمق الروحي ويطلب ايضا ويتذلل امام الله، فالصدقه هي علاقتي مع الناس، الصلاه هي علاقتي مع الله، ايضا الصوم هو علاقتي مع نفسي من خلال العلاقه مع الله نشوف واحدة واحدة من هذه الأبعاد وإحنا طبعا في مجتمعاتنا نقدر نحن نقدر نقارن ما بين اللي بيقوله الرب يسوع بيعلمه لنا كمؤمنين وما بين ما يحدث في العبادة الباطلة أول حاجة الصدقة كويس فمتى صنعت صدقة, صدقة؟ فلا تصوت قدامك الرب يسوع بيكلم هنا أنه لو صنعت صدقة لا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع يعني مش لانك انت دفعت الواحد في المجمع المجمع عبارة عن زي كنيسة هي مش هيكل يعني احنا عارفين انه في الهيكل الكبير اللي تقدم فيه الذبائح وده مبنى واحد موجود في مدينه اورشليم لكن في المدن الاخرى كان يوجد مجامع المجمع عباره عن الناس تجتمع فيه تقرا التوراه وتتعلم من التوراه وده كان جزء من العباده وبالاخص بدا المجامع في الانتشار بعد دمار هيكل اورشليم سنه 586 على يد البابليين فبدأت فكره المجامع انه الناس تقعد وتتعبد من خلال دراستها لكلمه الله. فالرب يسوع بيقول ان انت لقيت واحد مثلا في المجمع وأعطيت له أو لقيت له واحد بره المجمع فدفعت له فانت بقى يعني بأعلى صوتك انك انت تقول انه انا دفعت لفلان وانا أعطيت لفلان. ويقول وكمان مش بس في المجامع لكن تمشي في الازقه وكلمه ازقه اعتقد انه الترجمه الادق ليها هي الببليك سكويرز يعني الميادين العامه زي مثلا نروح لميدان التحرير كده ونقف في ميدان التحرير او ميدان رمسيس ونعلي صوتنا ونقول ان احنا يعني عملنا كذا وكذا لكي يمجدوا من الناس يبقى الهدف ان الهدف بتاع المرائي هو انه يمجد من الناس ده الهدف بتاعه ان كل حاجة بيعملها في حياته لكي ما يمجد من الناس أقول لكم إنهم قد استوفوا اجرهم وأما انت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صداقتك في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية طيب آه ناخذ مداخلة معنا ابو داود من امريكا سلام المسيح سلام, سلام المسيح معك. اهلا وسهلا بك باختصار شديد كل الارهاب هو من الاسلام ولكن ليس كل المسلمين ارهابيين دا صح. ولكن في الحقيقه كل مسلم اذا يتعمق بالقران والسيره والاسلام حتما بلا شك يصير ارهابي 100% دا صح دا صح هذه آه حقيقه وداعش هم الاس... يقولون احنا اللي نطبق الاسلام حرفيا اه يطبقون الاسلام حرفيا فأي إنسان إذا يدرس القرآن ويدرس السيرة دراسة حقيقية منطقية حتما حتما مئة بالمئة راح يترك الإسلام مه. وأنا نصيحتي كل مسلم أن يخ... أن ف... ما... 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 أقدر أقول أنه يقارن لا أن يقارن بين الإنجيل والقرآن مه. يدرس حياة يسوع المسيح ويدرس حياة محمد نبي الإسلام هاي. وبعدين بعدين هو خلي بعدين يحكم لانه احنا الكتاب المقدس يقول رساله الروح القدس وصلت الى الجميع لا عذر لك ايها الانسان مم. غدا يكون الحساب امام السيد المسيح وانتم والرب يبارككم توصلون كلامكم الى جميع الناس لان يعني يسوع المسيح قال يسوع المسيح بشروا العالم كله مم. بانجيل يسوع المسيح صح. اللي يؤمن يخلص اللي ما يؤمن قدين قد والرب يباركك وشكرا يا الرب يباركك يعني. يا ابو داود وشكرا على هذه المداخله فعلا انه الرب يسوع وحده اللي يقدر يغير الانسان ويقدر انه ينقل الانسان من الظلمه الى النور ومن آم آم مملكه ابليس الى انه يبقى ابن لله الصدقه نكمل مع بعض الصدقه في في طريقه خاطئه وفي طريقه صحيحه كويس الطريقه الخاطئه اللي اتكلم عنها الرب يسوع انه في المجامع وفي الازقه وبتنادي قدام الناس الطريقه الصحيحه انك لا تعرف شمالك ما تفعل يمينك انه انه حتى ايدك اللي اعطت ما تعرفش الايد الثانيه فيها ايه او اعطت كام لكي تكون صدقتك قدام صدقتك في الخفاء فابوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك على طبعا أنا مش بنتكلم عن العشور ومش بنتكلم عن العطاء للكنيسه احنا بنتكلم على المساعده اللي ممكن انسان تقدمها ممكن انسان يرى انسان في احتياج اليها فيقدمها له العطاء في المسيحية العطاء في المسيحية في ثلاث أوصاف مهمين لابد أن يكونوا متوفرين فيه العطاء لابد أن يكون في السر ما أعطيه لأشخاص ما أعطيه من صدقة ما أعطيه من تقدمة عندما أرى إنسان محتاج لا تعرف يمينك ما تفعل ما ت... لا تعرف شمالك ما تفعله بيمينك يعني الأمر بيكون أمر سري جداً الحاجة الثانية المعطي فهو يعطي بسخاء المعطي فبسخاء مش بالشح لكن بسخاء زي ما الرب أعطانا بسخاء وفاض علينا بسخاء أيضا نعطي بسخاء العطاء أيضا لابد أن يكون بسرور مش مجبر على العطاء لكنه بعمله بفرح لأن المعطي المسرور يحبه الرب العطاء حاجة التانية المهمة قوي في الحياة وهي هي الصلاة وزي ما قلنا انه الصدقة في علاقتي مع الناس مش بس علاقة انه انا بحب الناس لكن المحبة احبائي بتظهر عندما تعطي اكبر دليل على المحبة هو في العطاء الرب عندما احبنا لم يبخل علينا بل اعطانا اغلى ما عنده ابن وحيده يسوع المسيح وعشان كده لما يكلمني عن العطاء هو بيكلمني على علاقتي مع ناس تحب الآخرين مثل نفسك فتعطي الآخرين لكن كمان علاقتي مع الرب الصلاة الصلاة موضوع كبير جدا والرب يسوع اتكلم عنه ويمكن نحتاج إلى حلقات نتكلم عنه لكن الرب يسوع قال ومتى صليت فلا تكون كالمرائين ما لهم المرائين فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع يعني لكي يظهروا للناس إنه, انه مش قادر يوصل الى المجمع فبيصلي فبي في زوايا الشوارع طبعا احنا عارفين كلنا حتى اذا اذا دورنا شفنا مجتمعاتنا هنلاقي انه اكتر حاجه في بيظهرها الشخص المتدين الظاهري هو انه شخص مصلي سواء من خلال الزبيبه اللي بيبين ان هو يعني بيصلي كل فرد بفرده او الشخص اللي هو يعني تلاقيه في كل مكان حتى يسيب شغله ويسيب اهم حاجه ممكن يعملها او انه يجبر على الصلاه انه يروح يصلي ده كله أحبائي عبادة مرفوضة عبادة ظاهرية عبادة مخشوشة مش ممكن أبدا الله الصالح يقبل مثل هذه العبادة لكن رب يسوع كلمني عن إزاي أصلي إنك تدخل إلى تدخل إلى مخدعك وتغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية معنا مكالمة مداخلة أخرى ألو 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 أيوه تفضل سامعني؟ آه ألو أنا على الخط مين معايا؟ محمود أهلاً يا أخ محمود أهلاً وسهلاً تحياتي إلك تحياتي ما آه ما لفت, لفت نظري في برنامجك أنا على الخط اتصلت حوالي خمس مرات وما حلفني الحظ أحكي بالسرعة وتتكلم أنت عن عن الانحلال في الإسلام م. ويبدو أنه صار سؤالي في سقين يبدو انه في عندك انحلال في الروم كنترول في المحطة عندك في ناس عنصريين وعمال بتعبوا اعصابنا بأسئلتهم العنصرية تخالف القانون الامريكي للمطبوعات والنشر وكونك تلفزيون في امريكا ومحطة نشر امريكية فيبدو ان غايب الالتزام بالقانون الامريكي واللي على الزوم كنترول واللي بيسمع مكالماتنا مش محترمين انسانيتنا وفي عندهم انحطاط اخلاقي يا اخ محمود اخ محمود ثواني 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 اخ محمود ثواني 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 احنا اولا ما نسمحش ابدا بالاهانه كويس دي حاجه الحاجه الثانيه ان حصل آه غلط او حصل شيء في الرو في الكنترول روم ده مش معناه انه ان احنا عنصريين ولا ان احنا بنسيء لحضرتك آه يمكن حصلت حاجة احنا بنعتذر عنها لكنه ما نسمحش ابدا حضرتك ان انت برضو آه تهين انت عندك مداخلة اهلا وسهلا بيك وعلى عيننا وعلى رأسنا فاتفضل وقدم لنا المداخلة بتاعت حضرتك العنصرية معانا مش اول مرة متعمد كم مرة وبكده برنامج يتحفن احنا يتحفن احنا اولا اوكي أولاً, اولا 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 احنا بنعتذر اوقات بيبقى عندنا خطوط كتيره اوقات بيبقى عندنا خطوط كتيره ومداخلات كتيره فاحنا يعني احنا مش مقصوده لكن انا بعتذر على الـ الـ اوكي أم يعني الاخ محمود كان غالبا يعني عنده كلمتين لازم يوصلهم فعموما اخ محمود احنا بنرحب بيك وبنرحب باتصالك ومرة تاني أنا بعتذر لو أي اتأخرنا عليك في الرد أو أن الكنترول كان فيه مكالمات كتيرة وما تاخدتش مكالمتك في البداية فاعذرنا لكن طبعا الرب يعني يباركك ورب يسامحك كمان على ال الكلمات الإساءة اللي أنت حضرتك قلتها ال الصلاة أكمل أنا لأن الوقت بياخدنا الصلاة في المسيحية ليست فردا واجبا يؤدي الإنسان يعني ربنا ما فرضش علينا صلي خمسين مرة في اليوم أو عشر مرات في اليوم الصلاة ليست فردا واجبا يؤدي الإنسان لأنه لو صار كده يبقى الصلاة عبء على الإنسان وليس شيء الإنسان بيعمله طوعا الصلاة ليست تفضلا منا على الله يعني لما أنا بصلي مش بتفضل عليه انا مش بقدم له حاجه انا مش باحسن الى الله من خلال من خلال صلاتي الصلاه ايضا ليست ضريبه الله بيفرضها عليا يعني لو انت عايز ان انت اباركك يبقى انت لازم تعمل تصلي الصلاه ليست ضريبه الله بيفرضها علينا لكن الصلاه في المسيحيه ودي نقطه مهمه قوي الصلاه في المسيحيه هي علاقه وشركه روحيه مع الله وده اللي بيميز الايمان المسيحي عن اي ايمان اخر إنه الصلاة هي علاقة وشركة روحية مع مع الله. الصلاة أيضا تعبير عن اشتياق الإنسان المخلوق كويس المحدود إلى العشرة مع الله، الله الغير محدود. الصلاة أيضا هي سكيب الإنسان بيفرغ قلبه يسكب قلبه قدام قدام الله. الصلاة هي خلوة هي لقاء مع الله فيها بنرفع الفكر وبنرفع القلب إليه. الصلاة مهمة جدا في الحياة المسيحية طيب أجي لحاجة تانية بسرعة أتكلم عنها وهي الصوم وإن صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين لكن الرب بيقول وأما أنت فما تصمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما الصوم في الكتاب المقدس في العهد القديم فرض اونلي او فقط بس في يوم الكفاره، يبقى المؤمنين في العهد القديم او شعب اليهود بيصوموا بحسب الشريعه يوم واحد بس في السنه وهو يوم الكفاره العظيم، لكنه فيما بعد صار هناك ايضا اصوام اخرى سواء في ضيقات او في معاناه او في تزلل او في طلب وجه الرب وصار كمان اليهودي بيصوم يومين في الاسبوع ايام اللي كان فيها الرب يسوع على الارض. الصوم ايضا خلينا اقول بعض الحقائق هناك في صوم مرفوض وفي صوم مقبول من الله الصوم المرفوض من الله هو انه زي ما بيقول عنه الكتاب يقولون لماذا صمنا ولم تنظر يعني هم صاموا وبيقولوا الرب احنا صمنا لك ليه انت ما بصيتش للي احنا فيه احنا تزللنا ولم تلاحظ يعني حطينا المسوح وحصينا الرماد على رؤوسنا وانت لم تصنع شيء ها انكم في يوم صومكم توجدون مسرة وبكل اشغالكم تسخرون وبعدين بيتكلم ها انكم للخصومة ونزاع تصومون وتضربون بلكمة الشر لستم تصومون كما اليوم لتسميع صوتكم في العافية صوم مرفوض عند الله بيتكلم عنه في إشعياء 58 لكن هناك صوم مقبول عند الله الصوم المقبول يقول حل قيود الشر فك عقد النير اطلاق المسحوقين أحرارا وقطع كل نير أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المسكين التائه إلى بيتك إذا رأيت عريانا أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك الصوم في المسيحية برضو زي ما قلت عن الصلاة ليس فرضا وليس تفضلا منا وليس ضريبة يفرضها الله على الإنسان الصوم في الكتاب المقدس مرتبط بالتوبة والرجوع إلى الله قدسوا صوما نادوا بالاعتكاف مرتبط بالتذلل لطلب وجه الله مرتبط ايضا بالتدخل الهي طلب ان الله يتدخل في مشكله في وقت صعب مرتبط ايضا بالخدمه. هذا هو مفهوم المسيحيه عن العطاء عن الصوم عن الصلاه. الله يطلب قلب الانسان. يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. عزيزي المشاهد الى ان نلتقي في حلقه جديده من برنامج عبر الكتاب سلام المسيح يكون معكم.